فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت الأفراس عمر الأربع سنوات فأكثر متنافسة على كأس اليابان الفئة الثالثة المحلية، وعلى مسافة الميل متابعين الكرام كأس اليابان هنا في المملكة العربية السعودية. دولما ابنة المحترم تبدأ الاندفاع سريعا مباشرة من البوابة الخامسة عشر إلى المسار الداخلي، تتابع في المركز الثاني لاثال تالنت في هذه المواجهة الكبيرة، وأيضا أنكم تأتي في المركز الثالث من المسار الخارجي، بينما أشراج في المركز الرابع في المركز الخامس الآن من المسار الداخلي. هناك بطولات تأتي من المسار الداخلي إلى جوار إبراهيم برايسم. إذن وهنا لازالت الانطلاقة مع دولما ابنة المحترم تتقدم بقوة بشعار ابناء محمد مناحي المفقاعي، المتابعة من ليتل تالنت في المركز الثاني. هنا الأربعمائة متر الأخيرة، هنا الأربعمائة الفاصلة، هنا شجوة قادمة من المسار الخارجي، هنا أيضا الحضور من بقية الأسماء، بينما دولما ابنة المحترم هنا التقدم يأتي متابعينا من شجوة من ابنة سكرير، وأيضا الحضور من إسراج من المسار الخارجي. المنافسة الثنائية ما بين شجوة من الداخل وأيضا إسراج من الداخل، محاولات قوية، شجوة إسراج، شجوة على خط النهاية. الأحمر بطلا لكأس اليابان الفئة الثالثة في الميادين السعودية، شجوة، شجوة الأحمر مع محمد إدهام، ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور.